السواح هنا عايزه تركب جمال، فايه شوف اكل عيشك في اي صحراء تانية. انا عارف انه خلاص بس مش قادر افرد ظهري يا خالد. ما هو عموما ده طول اي بني ادم طبيعي، انت اللي فالت فوق مع اصحابك في الكواكب التانية. الحقد ده يا راجل، الحقد ايه؟ صعبان عليا اللي بيحصل لك يا ياسم يا ابن عمي. اعمل ايه يا خالد؟ تعمل ايه في ايه؟ الاستعمار بيطلع عيني بعيد عنك يا راجل. الاستعمار مشي من 52 انت نايم. لا انا لسه مستعمر. يعني الانجليز سابوا البلد كلها وقعدوا في شقتك؟ خلاص هي دي اللي فارقه معاهم. خالد انا هفهمك، مراتي مالها؟ ام العيال مالها؟ ست السيد. مش هينفع. ليه؟ عشان ده أول الليل فالوش هيبوظ. إيه؟ سيطر على بقك. ما تقلقش ما تقلقش. سيطر على بقك. أنت مش فاهم أصلا. وبعدين في فرق طول فنازلة زي الطلقة في عيني. أوكي؟ أفهمك يعني. مراتي أم العيال مالها؟ ست السيد. مش هينفع. مش هينفع. ما تقلقش يا خالد. ما تقلقش إزاي يعني؟ ده مطهر يا بابا. مطهر. والله يا خالد معلش اصل انا منفعل شويه. يا ما هو انت منفعل وانا هرجع. طب وبعدين؟ خالد استحملني النهارده واستحمل هبلي. استحمل انت ناقص هبل؟ معلش استحملني. اوكي انا فاهمك. مالها؟ مراتي مالها؟ ام العيال مالها؟ ست السيد. يا دي حوسه. لا يا حروف ما فيهاش هوا عشان نخلص. معلش يا خالد استحملني عشان خاطري. اتفضل. ها مراتي ام العيال ست السيد مالها؟ سافرت تجيب بضاعه من الجبر. طب وايه الغريب في كده؟ العيال قالوا لي ما دام ست السيد سافرت اخرج يا نينا. عيالك بتقول لك يا نينا؟ طبعا يا خالد ده انا عيالي بتربيه. كمل يا بنت اختي. قلت فرصه بقى اروح ازور الحسين. رحت ازور الحسين، سوارس صدمت رجلي. الجزء الكام يا ست امينه؟ هي معيشاني في افلام ليل نهار. هي مين؟ ست السيد. وبعدين ايه اللي حصل؟ بس عرفت بالحكايه جابت عيلتها جم ضربوني علقه سودة بعيد عنك على باب القصر. يعني عيله مراتك ضربتك تاني يا قاسم؟ كالعاده يا خالد كالعاده. انا اعرف لما راجل يتضرب من عيله مراته يبقى راجل خرع. ايه؟ خرع. ايه؟ في ايه يا باشمهندس؟ انا ايه؟ خرع. انا مش خرع. هتكون ايه يعني؟ انا خرم. انا قلت لابويا 100 مره بلاش الجوازه دي يابا نخلص. احنا ما عندناش رجاله تقول رايها. يا صلاه النبي فرحك الخميس اللي جاي كمان. طب يابا شوف العروسه اللي شافكيش. اذا كانت امك لحد دلوقتي ما شافتنيش. امال انت ايه مبرر وجودك في الحياه؟ يعني ايه؟ يعني انت جاي صدقه ولا ايه نظامك؟ ولا نقطة في فرح ولا إيه؟ يعني مزهق حد بتخلص منك ولا إيه الحكاية؟ أنا مش فاكر حاجة يا خالد، اللي أنا فاكره إن فرحهم كان حلو قوي. فرح مين يا ابني؟ فرح أبويا وأمي. أنت حضرت فرح أبوك وأمك؟ يا ده أنا اللي معرفهم على بعض. اسكت أنت بس. نهار أسود ومنيل. يا خسارتك يا خسارتك يا وفاء. يا عم وفاء مين في عبد النبي بقى؟ بنت الجيران. مالها دي؟ الحب الاول. طب ما اتجوزتهاش ليه لما هي الحب الاول؟ كان حب من طرف واحد يا خالد. على حساب بقى. والله انا كنت بحبها وهي حبت واحد اسمه مصطفى، يعني موضوع كده مش عايزين. الحمد لله. المهم يا خالد انا قلت خلاص بقى ست السيد اهي ست زي اي ست. وانت تحب الستات زي يعني ايه؟ انا ما فشلت في حبي الاولاني لانه من طرف واحد. انت عارف يا خالد الحب من غير امل بيبقى اسمى معاني الهبل. ومن ناحيه الهبل فالهبل واضح مش محتاج ما شاء الله. طبعا واضح. انا قلت بقى خلاص ست السيد واتجوزها. الحمد لله ست زي اي ست. طلع حظي هبال. ليه يا عم انت؟ طلعت امراه مختلفه عن جميع الامرأات اللي شفتها في المجتمع يا خالد. عن جميع الامرأات اللي هنا يعني. زي كذا سنه صغير كده؟ ايه؟ البعيد مؤهله ايه؟ يعني ايه؟ يعني نوع الشهاده الحقيره اللي بيحملها. الله الله الله. انا يا حمار علمك اللغه. ايه ده انا الصنصه ده بقسم طب اسنان يا بابا. هي بتغلط شهاداتي. طب ما انت طب اسنان ما تسيطر على مركز الشباب ده اللي مغرقنا من الصبح. يا خالد انا منفعل بس. لا حول الله يا رب. مش فاهم اصل انت لا مش مقدر مشاعري. يا راجل مشاعري اللي هقدرها. انت فاكرها يا خالد ست عاديه زي بقيه الستات اللي هنا؟ اكيد زي بقيه الستات. لا ابوس رجلك. ست مختلفة يا خالد. يا نهار اسود والنيل. مختلفة. أنا عايز أموت موتة ربنا مش هموت غرقان يا عم الحاج. أنت فاكرها ست عادية كده؟ أكيد ست عادية. أمال إيه يا عم؟ دي ست بشعة. يا إكسلانس في شباب بيخرج من بقك يلعب في وشي. بحاول تلمه أو اعمله بكرنيهات. يا خالد ست فظيعة والله. حرام عليك اللي بتعمله فيا. والله فظيعة. يا نهار اسود ومنيل بنيلة. دي بشعة. يا راجل انت لو واقف على حوض مش هتعمل اللي بتعمله في خلقتي. وانت لو مكاني هتلف تفافة العالم كله. طب اتفضل. ايه؟ ده منتهى الهدوء. يعني ايه؟ خلص اللي عندك. خلص ايه؟ وشي حوض تحت امرك. اتفضل يا بيه. يا خالد اتفضل صب من ايدك في خلقتي. يلا يا بيه اتفضل. يا خالد خليك لطيف. الله على لطيف والانتعاش في اغسطس. الله. يلا خالد لا خليك ظريف. الله 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 ما تبقاش حلوف. اسقي الزرع اللي في وشي ياض كمان يا ولد. لا ما تبقاش جحش. اطفي النار اللي في خلقتي يا ولد. خالد ما تبقاش حيوان. شويه هنا بعد اذنك عشان الحر الله يفتح عليك. ايه يا خالد؟ نعم. خالد ابوس ايدك. نعم. انا عايز افضفض. تفضفض ولا تفتف يا بني ادم؟ لا افضفض. اتفضل فضفض تفتف اغسل اعتبر نفسك في حمام بس خلصني اتفضل. خالد عشان خاطرك. خاطرك معلش استحملني بقى. ايه ده؟ معلش انا ما بحبش اصل اللي يفلت مني وانا ما تبعدش عني. ما بعدش عنك ليه؟ خليت لطيف. لا يا نهار اسود. معلش. ما بعدش وانت بتحبني من ايام الجامعه ما بعدش عنك. معلش ما تفلتش. يا عم حق ايه ده؟ لا معلش. يا بيه عيب كده سيبني بقى. لا ما ينفعش انت ما بتحبش كده. ما بتحبش ايه؟ ثبت دي ثبت دي. يا عم سيبني انت ثبت دي طيب. ده اداء جديد للشخصيه النهارده ولا ايه؟ معلش ثبت دي ثبت. اثبتها ليه؟ معلش عشان اوعى يا. معلش ثبت دي ثبت دي. دي اخره اللي يمثل مع زرافه. مش حلوف معلش يا خالد يا راجل مرمطاني. ثبت دي اثبت عليها. ثبتها مش مثبتها. ليه ثبتها؟ اهو ايه ده؟ بس كده. بس ايه؟ سيطرت. طب بتسيطر ليه؟ سيطر عليا ليه حضرتك؟ انا ما عملتش حاجه والمنصب يا بيه عيب كده ارحم سيبني طيب. انا عايزك. نعم؟ عايزك ودلوقتي. انا خالد ابن عمك مش رانيا بنت خالتك. عيب. افهمني بقى. افهم ايه؟ سيبني ما تضايقنيش. سيبني ياض. سيبني ياض. خليك لطيف. يا نهار اسود. اسمع انا هفهمك يا خالد. بوسني يالا. يعني ايه؟ بوسني. ليه كده؟ الدخله دخلت بوسه مش دخلت واحد هيتناقش. يا خالد ما تبقاش رزل. يا راجل رزل ارحمني. ما تفلتش مني. قفلت ولا غرف داهيه. ما بحبش كده. يا نهار اسود. ما بحبش كده. ما بحبش كده. يا جماعة في ايه؟ مش حاجة يا جماعة أنا تعبت. ده أنت مقرف يا جماعة. في جمل هربان من المذبح لو سمحتوا. في تمام في سكيورتي حضرتك في قلمة والمصعد. انا في ايه؟ اتفضل. ليه؟ اتفضل هنا. ليه؟ اتفضل. طب سيبني دقيقتين انشف ونكمل بعد اذنك. جرأت والله. اتفضل. ما هو كده. لا ثانية واحدة ثانية واحدة بالأدب. ما ينفعش العنف. العنف ما ينفعش. اتفضل. بالأدب تاخد اللي أنت عايزه. اتفضل. كل حاجة بالأدب بتيجي. يا عم بالادب بالادب من غير عمر. ايه ده؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. انا ايه الادب؟ اتفضل بقى. اتفضل. انا خدامك يا بيه. اتفضل. انا خدامك. اتفضل. لو عايز تكتب كتابك عليا انا موافق دلوقتي. هنا وتقف كده زي الكلب. خالد. اتفضل يا بيه. خالد مرمط فيا كمان يا خالد. الست دي تعباني مرمط كمان والله العظيم يا خالد. الست دي على فكره كده غلط. يعني العنف ما بيجيبش نتيجه معايا على فكره. بس يا خالد افهمني مش دي الطريقه اللي تسيطر بيها على مشاعري اطلاقا. مش تبقى فاهم يا خالد. ابوس ايدك. الواحده مننا مش عايزه الصدر حنين لكن حيطه تتعامل معاها. لا يا خالد افهمني يا خالد. اتفضل خد حقوقك. يا ابني ايه انت عايش في افلام يا ابني؟ ابوس ايدك افهمني يا خالد. مش عارف اخلع منك. افهمني ابوس ايدك. انت راجل؟ طبعا. انت راجل؟ امال ايه؟ طلقني. طلقني. انا ممكن انا ابويا مستشار ممكن يبهدلك. يا خالد ابوس ايدك افهمني. انا اللي ابوس رجلك ارحمني. والله مراتي ست مش ست عاديه. كارفه رجاله دراع محمد رجل بالظبط كده. طب في ايه طيب؟ فظيعه يا خالد. فظيعه ازاي؟ عامله قد كده وحاجه فظيعه. طب ما تسيطر عليها مش انت راجل؟ مش قادر والله مختار يعني. احسن مش الستات اهم زي الفل بيندغوا لبان. كل ستات العالم بتندغ لبان. انا مراتي ما بتندغش لبان. امال بتندغ ايه؟ اسفلت يا خالد. يا نهار اسود. يا هناش عايز يا سعدها لو مشت في طريق لسه بيتسفلت جديد. اشمعنى؟ ليه من الاسفلت طري سخن وتقعد تندغ وتلوك تندغ وتلوك. يا نهار اسود. انت مش بتشوف حفر في الشوارع؟ يا كتير. هي السبب. يا خالد انا ما عملتلوش حاجه. ده انا وهو كنا واقفين هنا وقعد يمرمط فيا ووقع فجاه. مش انت خبطت نفسك في الحيطه؟ خالد انت مالك ضعفت ليه كده؟ فوق يا خالد. فوقتي الحمد لله. تعالى اتفضل. تعالى بس ايدك والله مختلفه يا خالد. انا فاهمك، مش الستات يا خالد بتلف شعرها بحاجات كده. ايه ده؟ رولو. لا هي بتقول حاجه تانية اسمه رولو. لا يا خالد انت عارف هي بوكل بالبلدي هتحزم وارقص. لا مش بوكل اللي مرته بتلف شعرها بكده. امال ايه؟ بجنطه عربيه يا خالد. قول الله يا رب. والله العظيم يا خالد من اسبوع جالها كحه. طب الحقها بحاجه لا تموت منك. جبت لها شويه لبان دكر تاخدهم كده. لبان الدكر كويس عشان الكحه. لا مش كويس. ليه؟ رمت اللبان وخدت الدكر يا خالد. يا نهار اسود ومنيل. ده غير هي وعيلتها. مالها هي وعيلتها؟ تقول له بابا تعبني. تعرف بابا تعبني دي؟ يجي هو وعيلته كلها ودب فيها للنهار. وانت ناقصك ايد، ناقصك رجل، ما انت زي الحيطه اهو. مش قادر عليهم قد كده. فالح تتشطر عليا انا؟ والله يا خالد ما قادر. حول الله يا رب. اتصرف معاهم يا عم. من ده لا اضربهم معاك ولا كاسرين عينك ولا ماسكين عليك زله. انت ايش عرفك؟ عرفت منين؟ كسرين عينك يا ابني؟ يخرب بيتك. نوع الكسره ايه؟ بيذلوا فيها ليل نهار عشان الشقه اللي هي قاعده فيها ايجار. طب ما عندهم حق يا بني ادم. اي عيله تخاف على بنتها شوف لها شقه ملك. انت معايا ولا معاهم؟ انا مع الحق. هات لها شقه ملك. ما حلتيش تعريفه. اتصرف. انا اتصرفت بس مش عاجب حد من عيلتها كلها. ايه عملت ايه؟ انا دلقت على حيطان شقتي كلها لبن. طب ما اتحلت الحمد لله. بس مش عاجبهم. ايه علاقة ان الشقة ايجار بانك تدلق على الحيطان لبن عشان تبقى ملك؟ يا رب يا رب ارحمني. انت غبي. انا اللي غبي؟ امال ايه؟ يا بني ادم انا مش قايل لك مليون مرة قبل كده تعمل معاها معاهدة سلام؟ تسجدها، تنيمها، تاكل بعقلها حلاوة. حصل يا خالد. طيب عملت معاها معاهدة سلام. جدع. قالت لي خلاص من هنا ورايح هسمع كلامك. برافو عليك. قلت لها طب شوف الستات بتعمل ايه واعملي زيهم. صح. على الاقل على الاقل شوف سوسن جارتنا. هي سوسن دي في زيها؟ الست السكرة. يا ريت ستات العالم زي سوسن يا ياسين. يا ريت. ده انا بتحسر عليك كل يوم الصبح لما بشوف سوسن وهي بتوصل جوزها الشغل. هو انت بتشوفها؟ بتمسكه في الجنينة بتاعت الفيلا بتاعتهم بقى تقعد تدلع فيه. وتهشكوا وتبوسوا يمين وتبوسوا شمال وتبوسوا من هنا وتبوسوا بتقطعوا من البوس. يا ريت مراتك ما تعملش زياده، تعمل زي ما سوسن بتعمل بالظبط. انا قلت لها تعمل زي سوسن. عملت زي سوسن. ومتضايق ليه؟ دي بقى بتستنى جوز سوسن كل يوم وهو خارج عشان تبوسه يا خالد. لا دي ست مفتريه. ابوس ايديك وانقذوني منها. انقذ ايه بس؟ والله ست مفتريه. مش ست ولاد عمي. الجا لمين طيب؟ سيبها على الله. هم كلهم افتروا. الستات كلها؟ كل ستات العالم افتروا. ليه يا خالد؟ يا نهار اسود. مش قادر اقول لك. مش قادر اقول لك. القوانين الجديده مرمطتنا. يقول لك الخلع ومش الخلع. ما عادش لينا لازمه. بقيت قاعد زيك زي الصابونه في البيت ولا ليك لازمه. تعرف يا خالد من يومين سمعت جارتي بتقول ايه؟ هخلعه. يا راجل ايه الشلقه اللي ساكنه جنبنا دي؟ هخلعه. واذا ما خلعتوش هحشيه. والله يا خالد قاعده بتقول كده. اسكت بس انا خلاص فاض بيا. نفسي ازل الست ديت. نفسي اجيب مناخيرها الارض يا خالد. اللي زلها لك ده انا اديله عمري. انا مش عايز عمرك. ايه؟ انا عايز منك وعد بان الكلام اللي هقوله مش هيطلع بره. اوعدك. انا هقول لك كلام غايه في السريه وغايه في الاهميه. والله انا هديك عصاره خبره 12 سنه بزل في ستات. انت زليت ستات قبل كده؟ كل اللي يجي على بالك. البيضه والحمراء والسمراء والشقراء والهاتشباك وكل حاجه في الدنيا. طب خالد هتبخل عليا؟ انصحني. هو الكلام لو طلع بره والله ما اعتقد. لا اذبحني. مش هيكفيني فيك علم. موتني. اعمل اللي انت عايزه. صحني يا خالد. ازلها ازاي؟ بص يا ابن عمي. ايوه الموضوع ابسط من البساطه. كويس. الست ما هي الا الست، واقسم بالله لو حرف طلع بره اذبحك. اي حمار يفهم اللي انا قلته. واضحه زيش. الست ما هي الا الست. فنط الرغي اللي احنا رغيناه ده مع نفسك. لو سمحت. ايه؟ تعالى مش هضيع وقتك. انا يصعب عليا منك قوي كده. ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ ليه بتعاملني على اني ذكي؟ ليه كده يا خالد؟ انت غبي ولا ايه؟ غبي يا خالد بس فسر الكلام. مش هعيد الكلام تاني. اتفضل. اخر مره. اخر مره بس فسر. اذلها ازاي؟ بص يا ابن عمي. الست ما هي الا الست، وشرف امي نفس يخرج اسحلك. واضحه بقى زي الشمس. الست ما هي الا الست. اتفقنا؟ يعني انت عايز تفهمني ان الست وحرف يطلع بره حدايقك. عندك حق. الست وكلمه تخرج هتبحك. طب يا خالد انا فاهم الست الاولانيه والست الاخرانيه دي اللي مش عارفها. بلاش غباوه. طب اعمل ايه؟ اللي مش عارفه هفهمهولك بس حط لي تحتيه خط عشان يا بني ادم. الست تذلها الست. يعني ايه؟ الست تجيب مناخيرها ارض الست. ازاي؟ اتجوز عليها واحده ست. اتجوز عليها؟ دور على واحده بمواصفات فتاة احلامك واتجوزها تريحك. انا نفسي اتجوز عليها يا خالد. طيب بس بصراحه انا نفسي في ست تبقى ست بجد. انسى ما عادش فيه اللي موجود كله تجميع الوكاله وبورسعيد. انت بتتكلم جد؟ ايه يا خالد نفسي في ست تبقى ست عاطفيه. اخرهم مواليد 72 واتجوزوا كلهم ما تدورش مش هتلاقي. نفسي في ست تبقى ست رومانسيه. راحوا في 67 الله يرحمهم.